كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم كيف تكفرون بالله؟ ليس المقصود من الانسان تتكلم هلا الايه انت عم تجيب واضح ما كنت تقول ان الموت قبل الحياه ما هي؟ نعم طيب كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ايه بينما كنت تقول الموت بعد الحياه لا أعلم يعني. هو الموت مفضل لأنك تخلق الصفة أنا أقول أن الموت هو الذي خلق الموت أيوة كيف تكون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يمتكم ثم يلتزم ثم يلتزم ثم يلتزم يعني أكبر أشياء كائنات كلها عدم الله على أكبر من أجاب هذا لأنه هو العدم الأكبر ايه بس العدم المقصود الموت هو العدم في معنى فيه لا الآية صحيح مقصود فيها العدم لكن هل يجوز إيراد الآية بما نحن فيه الآن لا المقصود بالآية العدم ثم صب الحياة المقصود بعد عالم الذر عفوا يعني في أول خلق عالم الذر بعد ذلك في عندنا يعني الموت ثم الحياة ثم موت وحياة أخرى يعني خلق الخلق أول ذلك في نشوف نفهم معلي ماذا يقول أنت شو عم تفضح الآن يعني اعتراضك الآية نفسها تقول كنتم أمواتا فأحياكم هذا البوت الذي أصابنا يعني بعد عالم الذر بعد أن كنا في عالم الذات فأصابنا موت يعني لم يوجد في الحياة لم يخلقنا الله عز وجل قبل عالم الذر قبل عالم الذر كنا عدما لسنا أمواتا فخلقنا في عالم الذر ثم أماتنا ثم طبعا بعد ذلك خلقنا في هذه الحياة الدنيا ثم يميتنا ثم يبعثنا بيوم الحساب الموت بعد الذر لأنه ما هو معنى وجود حضور عالم الذر لا أنت قبل وجودك الآن ما كنت في عالم الذر في عالم الذر إذ أخذ الله من آدم من بني آدم من ذرية ذريتهم أشهدهم على أنفسهم قال لهم ربكم قالوا بلى طيب شو ما صار موت لازم الموت وين وجودك هذا هو الموت أين أنت لم توجد لم يعني لم تخلق في الحياة الدنيا لا وجودك أنت وجودك ثم زال وجودك انت الان قبل ان تولد وين؟ ما زال بس كان بشكل معين مستمر بشكل وين مستمر؟ موجود وين موجود موجود لا تستعصي في الالفاظ انت عم تقول زال هذا يعني ما زال شو بقي انا ما هو عليه حتى نشوف كثير وفي في الجنين كم فيها يعني ما في هنا له حياه لا ما له يعني صفه الحياه إلا حينما الأرض موجودة لكن ظل عندك عبر عنها هذا المعنى اللي تقوله في أحد المعلومات الثانية غيري بمر لا بمر هون حتى في أشياء من هذا في الشرح هنا في عجيب نشكر فين في الشرح كيف في في فرق بين الموت والأموال مثل ما في فرق بين مثلا الحياة والحي شو معنى الفلسفة؟ لا معنى الفلسفة أن الناس علمت بين أن الفرق الثاني هو مثل الحياة لا ما والحي شو المقصود لا يقصد المقصود أنه لما ذبح الموت كان الناس الموجودين أحياء الآن نتكلم عن عالم الذر وجدوا ثم بقيت أرواحهم بين عالم الذر وعالم الروح الإنسان شو بدرينا بالتفاصيل هذه نحن لا يسعنا إلا نؤمن وحتى عالم الذر ما ممكن نتفرجنا نتخيل إطلاق إنما جاء الخبر بذلك آمنا به أما نجي نرتب على ذلك تفاصيل لا يمكن الوصول إليها لا بطريق العقل ولا بطريق العقل فلا يحصل التوصيل
ربنا عز وجل. هذا يعني إذا كان صدق أحد العلماء ابن تيمية وغيره أو راجع من هذا قاله فهو مفروض.